السلام عليكم طلاب الاعزاء، نكون وياكم سلسله دروس على اللغه الانجليزيه اللي تقام باشراف مديريه تربيه الكرخ الثالثه بالتعاون مع اشراف اختصاص الاستاذ محسن. وست امال وياكم سلطحان مدرسه في متوسطه الخنسان للبنات. نكمل وياكم الصف الثاني المتوسط، وصلنا الى لسن 7 يونت 7 لسن 1 الاس بي بيج 72 الاي بي بيج 95. Unit 7 lesson 1 page 72. هذا الموضوع عندكم world problems، مشاكل العالم. Read these newspaper headlines from around the world and match them to the pictures. اذا عندنا هذه الهيدلاينز عناوين الصحف from different countries in the world. خليكم دول العالم، Germany, Kenya, Japan, UK, USA and France. وعندنا pictures الصور هذه، راح نسوي matching الهيدلاينز مع البيكتشرز مع الصور. نيجي على بيكتشر نمبر 1 عندنا الاي او ذا ريد نمبر 1 جيرماني وورلد جيتينج بورمر. العالم الجو في العالم سوف يصير او يصبح دافئ. ساينتست سي العلماء قالوا لو نباوع البيكتشرز المناسبه لها هل يرغم لها اي او بي او سي او دي او اي او اف. نشوف الصوره المناسبه هنا صوره دي، كانه هذا الايس بدأ يذوب الجليد بسبب الجو صار دافئ. إذا ترهم لها سوينا ماتشينج الوان مع دي، فهذه البيكتشر ترهم مع العبارة أو الهيدلاينز نمبر 1. نجي على نمبر 2 كينيا، هذا الخبر من كينيا. 16 elephants found dead، إذا وجدوا الفيلة مقتولين. إذا ما عندنا غير صورة البي، البي صورة البي اللي هي عندنا هذا الإلفنت was found dead. إذا 16 elephants found dead، سوينا الماتشينج 2 مع بي. نيجي على نمبر 3 from Japan، هذه العبارة air pollution تلوث الهواء is a danger، خطر to young and old، إذا خطر للصغار والكبار. دكتور words يحذر الأطباء. إذا يا هو عندنا الصورة اللي بيها جو ملوث، الصورة نمبر اي. إذا الاي هذه air pollution، إذا خلينا البكتشر اي مع العبارة air pollution تلوث الهواء هو خطر الى young and old، الصغار والكبار. دكتور words يحذر الأطباء. نيجي على نمبر 4 العبارة من UK United Kingdom litter drowns town. litter يعني النفايات، القمامة، الأوساخ تغرق المدينة. وينها صورة النفايات؟ هذه صورة النفايات اي. اذا بيكتشر اي مع عبارة نمبر 4 litter الأوساخ هنا litter هذه litter الأوساخ drowns تغرق town المدينة. نجي على العبارة USA نمبر 5 oil kills، اذا الاويل تجي معنا النفط الخام او النفط. كيلز يقتل thousands of sea birds، يقتل طيور البحر. and pollutes beaches ويلوث البحار او الشواطئ او المياه. اذا يا هي صورة بها birds، هذه صورة البيرز هذه. اذا ترهم الاف مع صورة بيكتشر اف مع 5 اللي هي هذه الصورة، هاي بيكتشر اف مع 5 oil النفط الخام او النفط يصير تلوث بالبيتشز، بيتشز شواطئ الانهار. كيلز ثاوزندز اوف سي بيرز ويقتل طيور البحر. اند بوليوتس ويلوث بيتشز شواطئ المياه. نرجع نمبر 6 من فرانس ويست مخلفات فروم فاكتوري من المصانع بوليوتس يلوث تاونز ووتر سبلاي. ووتر سبلاي يعني تجهيز الماء، اذا هذا هو تجهيز الماء ملوث. منين التلوث صار بالمياه؟ من الويست فروم فاكتوريز، من مخلفات المصانع. اذا البيكتشر سي ترهم مع 6، بيكتشر سي هنا اذا تشوفوا بالكتاب الاول اكثر واحد، سي مع 6 اللي هي من فرانس، من فرنسا الويست فروم فاكتوريز مخلفات المصانع. بوليوتس تلوث تاونز ووتر سبلاي تجهيز الماء. فهذا سوينا الماتشنج، فاذا تريدون الحل باختصار هو هذا، سوينا الماتشنج الوان مع دي، التو مع بي، والثري مع اي، ونمبر 4 مع اي، نمبر 5 مع اف، ونمبر 6 مع سي. فهذا كان اذا الحل المطلوب من عندكم. سوينا الحال وعرفنا المعاني. Now talk about these questions.
إذا سوينا أول شيء matching مطلوب. Talk about these questions. عندنا سؤالين. What do you know about these problems؟ يعني هاي المشاكل اللي حكينا عليها. هذا طبعا لو كان الصف درسنا في الصف يكون مناقشة عن هذه تلوثات البيئة. Do you know the reasons for them؟ هل تعرف أسباب هذه المشاكل؟ What can we do about them؟ ماذا ممكن نفعل لأجلها؟ يعني شنو الحلول إلها؟ هذه تصير طبعا مناقشة داخل الصف. Now, newspaper headlines. هذه طبعا قلنا عناوين صحفات التمرين أو هذا الدرس يجيكم طبعا بسؤال التنقيط فلازم تنتبهون عليه. المطلوب إعادة الجمل إلى أصلها. يعني شنو أصل هذه الجمل؟ شنو اللي هو missing؟ ما هو المفقود في هذه الجمل؟ فهنا عندنا newspaper headlines are usually not complete sentences. يعني هاي الجمل عناوين الصحف تكون ناقصة غير كاملة. Which words are missing؟ أي الكلمات هي المفقودة؟ طبعاً إذا أريد أرجع العبارات إلى أصلها بالنسبة إلى خليت لكم هنا هو الحل هي العبارات 1, 2, 3, 4, 5, 6 هي نفسها الهيدلاينز اللي هي 6 عناوين صحف. أول عبارة تحفظوها بالامتحان، يا أما أجيب لكم هذه العبارة وريني أحولها إلى هيدلاينز تكتبون هذه، أو بالعكس نجيب لكم الهيدلاينز هذول هيدلاينز وريد تحولوها إلى فول سنتنس إلى جمل كاملة. فأريد تحفظون هذه وتحفظون هذه، يعني تحفظوها كهيدلاينز تحفظوها كأنه عناوين صحف وتحفظوها كفول سنتنسز. شلون بنجيبها بالامتحان؟ أنت لازم حافظين الجمل. يعني نمبر 1 عندنا word getting whatever scientists say. إذا رجعها للأصل حنرجع the word ونخلي فعل is getting warmer scientists say ونخلي full stop. طبعا الهيدلاينز دائما ما في full stop بالاخير، ما نخلي نقطه بنهايه الجمله اللي هي اصلا جمله ناقصه. الكلمات اللي missing اذا عندنا the and is and full stop. نيجي على نمبر 2 16 elephants found dead. اصلا الجمله 16 elephants were found dead، فهنا شنو زيدنا؟ فقط verb to be where هي هو المسنج المفقود رجعنا، فنخلي فول ستوب بالاخير. اذا هذه الجمله هي الفول سنتنس الى العباره نمبر 2. نمبر 3 air pollution is a danger to young and old doctor birds. اصل الجمله air pollution تلوث الهواء is رجع is danger to young and old. ممكن نخلي كلمه people ممكن نخليها doctor words ونخلي full stop بالأخير، فهذه أصل الجملة إذا أسويها headlines رجعها إلى العنوان number 3. بالنسبة إلى 4 UK litter drums town. أصل الجملة هي litter drums A or the town. يا أما A إذا نعرف إذا المدينة غير معروفة نقول A town، وإذا المدينة معروفة نقول the town. يعني A أو the town تنصح أي وحدة تخلون هي ممكن litter drums the town أو litter drums a town ونخلي full stop بالأخير. نيجي على number 5 oil kills thousands of seabirds and pollutes the beaches. زين الحال إن oil kills thousands of seabirds and pollutes خلي the beaches فقط زدنا كلمة the و beaches وبعدها full stop. هذا هو الحل الجملة full sentence فقط خلينا the هنا كانت missing مفقودة. السكس عندنا waste from factory pollutes town's water supply. الجملة waste from قلنا a factory رجعنا ال a اللي هي أداة نكرة من المصانع pollutes أيضا لو نخلي a لو نخلي the a town's of the town's water supply نخلي full stop. فهذه جملة number 6 هي هذا الهيدلاين هالعنوان وهذه الفول فرصة التنسيس. هذه تجيبكم التمرين التنقيط فانتبهوا عليها، فهذه كلش مهم تركزون عليه. نروح إلى الأكتيفيتي بوك. عندنا تمرين واحد بالأكتيفيتي بوك لسن 1 يونس لسن 1 في صفحة 95-95. التمرين هم يراي these sentences as headlines. قلنا هذا أيضا يجيكم كتنقيط بالامتحان. فمعطينا الجمل كاملة full sentence. عندنا جمل كاملة شو عرفنا؟ اكو ذي اكو إيز اكو نقطة تشوفون الكلمات، فنقول حولوها إلى headlines حولوها إلى عناوين صحف. فنمبر 1 عندنا the moving desert is swallowing up
اي رايك شو لازم نحذف؟ قلنا كل د ا نحذفها الاز والواز والوا والوير، ايضا واز وير واز وار لازم تنحذف. تو عندنا اي جرين تيم ار كليننج اب اراكس ستريتس، يعني كل كلمه زايده بالجمله ممكن نحذفها، وحتى الفول ستوب ايضا نحذفها. زين انا حليت لكم اياها هنا، شوفوا يا الحل. احنا نمبر 1 شوفوا يا هاي نمبر 1 2 وهاي 3 اند 4. نمبر 1 عندنا موفينج ديزرت از سوالوينج اب اراك، راح يصير الذاق ان نحذفها والاز نحذفها، صارت موفينج ديزرت سوالوينج اراك. حتى الاب حذفناها طبعا، ماكو فول ستوب، نحذف الفول ستوب اذا تحولت الجمله نمبر 1 من فول سنتنس الى هيدلاينز، الى عناوين صحف. نمبر 2 اي جرين تيم ار كليننج اب اراكس ستريت، زين نحذف الاي ونحذف الار ونحذف الاب، صار عندنا جرين تيم كليننج اراكس ستريت، واضحه؟ جرين تيم كليننج اراكس ستريت، حذفنا شنو زايد بالجمله. نمبر 3 ذا نمبر اوف وايلد ليبرز از ان شارب ديكلاين، تصير وايلد ليبرز ان شارب ديكلاين، حذفنا شنو زايد؟ حذفنا النقطه بالاخير ما خليناها، حذفنا ذا نمبر اوف ونحذف الاز، فصار فقط وايلد ليبرز ان شارب ديكلاين، فهذه الجملة صارت هيدلاين. آخر جملة water pollution is a huge danger to the local population and wildlife، اختصرناها الجملة هالشكل، حذفنا الاز حذفنا to the local pollution of and wildlife، شو بقى؟ بقالنا water pollution a huge danger، صارت جملة عناوين صحف مختصرة. وكان هذا آخر تمرين بيونت 7 لسن 1، أتمنى الفائدة والمتعة بالدرس، نلقاكم في درس جديد، شكرا، مع السلامة.